يقول في مسألة الرجل الذي أقرض الآخر 10 دراهم لإتمام الصفقة ثم ردها المستقرض مرة أخرى إلى الأول، أليس هذا قرضا جرى نفعا فهو ربا؟ لا، ما جرى نفعا. هو قد يقول أن النفع هنا إتمام الإيش؟ الصفقة، إتمام الصفقة، لكن هو ارتبط بها أولا، لم يكن شرطا في أول الأمر على ذلك. صح، يكون انتفاعا لو كان شرطا في إيش؟ قبل التعاقد، لكن لم يكن شرطا قبل التعاقد، يبقى إذن لا منفعة، يبقى هذا قرض يصح.